الله. يقول: ذكر المؤلف رحمه الله ومثل على ما لا نفع فيه كالحشرات، قال إنه لا يجوز بيعها، هل الجراد يجوز بيعه أم هو مستثنى؟ الجراد يوكل، حل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، إن كان ما يجوز بيع السمك فلا يجوز بيع الجراد. من قال هذا؟ يجوز بيع الجراد لأنه يوكل وهو من الطيبات. نعم.